من بعضها. طيب هو ده اللي احنا كابتن عايزينه. بلال، قبل بس ما تكمل حضرتك كلامنا، خلينا برضو نروح لمدير الكره في نادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد، ازاي حضرتك؟ الف مبروك. يا كابتن اسلام، ازيك انت وتحياتي للمجموعه ككل. معاك مين؟ معايا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن بلال، كابتن اسامه حسني. خليني عليهم كلهم الله يسلمهم. ومحدش كل بطاطس النهارده، خلي بالك مش عارفين ناكل بطاطس من ساعه ما انت مشيت، ومحدش جه، محدش بياكل بطاطس. نعم 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 نعم. وبعدين بقول نعم، بقول لك احنا كمان من حلاوه الاجوار النهارده مش عارفين ناكل. يلا الحمد لله رب العالمين. كلنا كويس، كلنا كويس يعني. وجبه دسمه بصراحه. كابتن زايد الف مبروك، الف مبروك. ثلاث نقاط مهمه جدا. طبعا يمكن انت عارف يا كابتن اسلام والمجموعه كلها اللي معاك عارفه ان الدوري الافريقي والمشوار الافريقي بيتاخد على مراحل مهمه جدا. أيوة. في دوري المجموعات ان انت بتتكلم على تجميع نقاط، ده مهم جدا يكون في الحسبان. حصل النهارده الحمد لله رب العالمين. يمكن الشوط الاول كان رائع جدا من كل حاجه ايجابيه، سواء كانت استحواذ او تحضير او اهداف او تعامل بشكل جد جدا مع اللقاء، ده مهم جدا. الشوط الثاني طبعا في حسابات مختلفه، يمكن احنا مختلفين المره دي شويه عن كل السنين اللي فاتت. ما بين المباراه الافريقيه والثانيه كان بيحصل راحه خالص، ما كانش بيبقى فيه مباريات خالص في الدوري، لكن المره دي انت هتلعب بعد 48 ساعه مع انبي، وبعد 48 ساعه بعديها هتلعب مع حرس الحدود، وبعدين تطير لتنزانيا. لكن من ضمن الاهداف طبعا ان انت تاخد الموضوع بشكل جد جدا الشوط الثاني، ما تدخلش الفرقه الثانيه في الجيم، لكن في نفس الوقت مش عايز تتعوض، وخصوصا لو انت لاحظت بعد الجون الثالث او الجون الثاني كان بدات الاشتراكات والالتحامات تبقى فيها مشكله شديده جدا. مظبوط. كان في حرص شديد قوي على اللعيبه كمان ان انت ما تتعورش، اشترك بشكل قوي جدا، لكن في نفس الوقت ما تسكتش حد يعني. في حسابات ثانيه حتى في التغييرات، انت الثلاث تغييرات سواء كان علي معلول او ايمن اشرف او محمد هاني كلهم عندهم انذارات، فانت كمان مش عايز يبقى في فقدان لعنصر مهم جدا في المباراه اللي جايه، وانت عارف ان ترتيب او اللوائح بتقول ان بعد دوري المجموعات الانذارات بتتشال، لو عندك انذارين مش هتفقد عنصر فيهم يعني. فكان فيها حسابات كثيره من مكاسب اللقاء النهارده، ومن اهمها كمان بعد الثلاث نقاط هي عوده رامي ربيعه، واحد من العناصر المهمه جدا جدا. الحمد لله رب العالمين ان شاء الرحمن يبقى اضافه قويه جدا لينا في اشتراكاتنا، فده كان كويس برضه ان هو ياخد فيها. تمام. يعني كابتن سيد، عند النادي الاهلي مباراه بعد 48 ساعه زي ما حضرتك قلت، مباراه امبي، وانا سالت كابتن محمد يوسف هذا السؤال، ولكن برضه هروح لحضرتك في هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا جدا جدا. هل من الممكن ان نرى وجوه اخرى في المباراه القادمه برضه؟ بص، الامور الفنيه طبعا للمستوى، لكن كل اللي انا عايز اقوله لك ان انت يعني من شهرين فاتوا كابتن اسلام والمجموعه عندك، يعني كنا بنتكلم في الموضوع ده مرارا وتكرارا، قلنا ان احنا بنشتغل على ثلاث عناصر موجوده بالفعل، وعناصر هترجع من الاصابه، وعناصر بيتم تدعيمها. احنا لحد دلوقتي بتتكلم في 65 70% من قوتك، لكن هيرجع لك وليد ازارو، هيرجع لك احمد فتحي، هيرجع لك مروان محسن، موجود معاك احمد الشيخ، موجود معاك جيرالدو، موجود معاك ياسر ابراهيم دخل الحمد لله رب العالمين، موجود معاك حمدي فتحي كمان هو دخل هو كمان الحمد لله. ورمضان صبحي. مع العناصر اللي موجوده، مع العناصر اللي فيها يعني تميز شديد جدا، انت هتكتمل قوتك باذن الله، فاللي جاي ان شاء الله الرحمن كويس جدا. لكن المهم قوي كمان ان انت تفصل ما بين البطوله الاخرى، ما بين البطوله المحليه او البطوله القاريه. نعم. مهم جدا ان انت تاديها بشكل كويس. رمضان صبحي كمان ان شاء الله الرحمن يكون داخل معانا في بكره وبعد بكره، فدي حاجات كويسه جدا وايجابيه جدا. ايا كان بقى اللي موجود، لما تكتمل صفوفك يا كابتن اسلام، يعني لما تكتمل صفوفك ايا كان الموجود بقى، مين اللي بيشارك او ما بيشاركش، مش هتشغل بالك قوي، لان العناصر قريبه من بعض، الدرجات مش بعيده جدا، ما بتلاقيش واحد في الملعب 9 من 10 او 10 من 10 واللي قاعد على الدكه مثلا 2 او 3 من 10، لا طبعا، هتلاقي اللي موجود 8 من 10 على الدكه، واللي موجود في الملعب 9 او 10 من 10، فانت بتبقى ما بتبقاش فيها قلق، ما بتبقاش فيها المسافات بعيده، وده يدي لك ارتياحيه او ثقه جديده قوي، سواء كان محليا او افريقيا. كابتن سيد، يعني لاسارتي الحقيقه عامل حاله مع اللعيبه، تحس ان كده يعني في روح مختلفه، في حاجه مختلفه، الراجل ده مختلف عن، طبعا مع احترامنا لكل المديرين الفنيين، ولكن تحس ان الراجل ده عامل حاله مختلفه مع اللاعبين. بص يا كابتن اسلام، الكره في العالم في الوقت الحالي كلها يعني ما بين مش عايز اقول السيطره الكامله، وما بين الارتياحيه في التعامل، يجمع ما بين الاثنين مرونه شديده جدا، يعني مهم جدا ان انت تبقى حاططها في دماغك، ان انت تبقى مسيطر على كل المجموعه او الفرقه والتيم،
بشكله كويس قوي، لكن في مرونه كمان في التعامل يعني. اوكي احنا مش في مدرسه يعني، لكن مهم قوي ان احنا يبقى في جديه وفي التزام وفي مسؤوليه. يعني مش ممكن هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع. احنا بنلعب لعبه بنحبها، وربنا كمان سبحانه وتعالى بيكافئنا ان احنا ناخد عليها فلوس كمان. مهم جدا وانت داخل الملعب او انت بتأدي بشكل كويس قوي تكون مستمتع، والناس هتستمتع بطريقه ادائك، لكن في اطار المسؤوليه. ما ينفعش ان انا ابقى داخل في استهوال او استهتار او نوع من الدلع، ما ينفعش كده، لكن مسؤول بشكل كويس قوي. وده اهم حاجه بيطرحها الراجل، يعني في جديه شديده جدا في التعامل، في نوع من جديد جدا، لكن في مرونه في الكلام وفي والحقيقه كابتن خليني برضو قبل ما تكمل كلامك في الموضوع ده، نروح اللي موجوده مقصود نروح صالح جمعه احمد الشيخ يعني صالح جمعه واحمد الشيخ بس مش عايزين نغفل دورك يا كابتن سيد في الموضوع ده. مش عايزين نغفل دورك كمدير للكره في هذا الموضوع، ان انت ازاي بتقرب اللعيبه ويبقى دايما في تكاتف. ومش بقول كده عشان انت معايا، ولكن دي حقيقه. مدير الكره هو دوره دايما ان هو يقرب اللعيبه من بعض ويبقى في التكاتف اللي احنا شايفينه خلال هذه الايام. بص يا كابتن اسلام، هي عمليه يعني متوزعه بشكل كويس. الحته الاداريه انت اهم حاجه عندك ان انت تعمل جو كويس قوي للجهاز الفني او للعيبه. نعم تمام، للعيبه او للجهاز الفني ان هم يكونوا مبسوطين فيه، جو صحي بشكل كويس، رياضي بشكل كويس. لكن في النهايه المدير الفني بيسوق، هو الوحيد اللي بيسوق بشكل كويس قوي. تمام، لكن انت على المستوى الاداري ان انت تعمل جو من الارتياحيه في التعامل، جو شديد جدا، مناخ كويس قوي، روح كويسه قوي ما بين اللعيبه وبعضها. مش اهم حاجه ان اللعيب اللي بيلعب هو اهم حاجه بالنسبه لنا، كل اللعيبه مهمه جدا وكل اللعيبه هيجي وقتها. زي ما قلت لك انا مبسوط من روح طلعت جمعه، مبسوط جامد جدا من روح احمد الشيخ. واحنا طالعين على المعسكر امبارح اتكلم مع الراجل، قال له طبعا كنت اتمنى ان اكون موجود، لكن انا متاكد ان الفرقه هتأدي كل ما عليها، وان الفرقه هتبقى بشكل كويس قوي، وان الفرقه هتاخد بطوله افريقيا، وانا تحت امر السيارات في روح تجيب بطولات يا كابتن اسلام. بالظبط جدا يعني ما بين المجموعه وبعض يعني. طب والنبي سؤال كده برضو عشان الناس كلها بتسال عنه، هو لصارتي بس السلسله ايه موضوع السلسله ده؟ موضوع الايه؟ السلسله لاسارتي لما الجون الثالث اعتقد او الرابع معرفش انهي جون، بس السلسله بتاعت والدته او حاجه كده. تعرف الموضوع ده ولا انت ما كنتش مركز؟ ها؟ طيب خلينا نروح يا كابتن السيد. طيب خلينا نروح لمنطقه ثانيه. مين؟ مارد اللي قال لك السؤال. لا مش مارد والله، ده محمود سعيد قالوا لي اجابه السؤال، بس انا كنت عايز اعرفها منك. يعني هو لاسارتي الحقيقه باس السلسله في لقطه كده جاب فيها السلسله وبيبص السلسله. طب الجون الاولاني لما سالنا الجون الاولاني فلما سالنا سعد ايه؟ ده كابتن سعد. سعد بيشغب ولا ايه؟ معلش دي من غير خصومات، دي ما فيش مشكله. الله ايوه. طيب بص يا كابتن سعد، خلينا نروح لحاجه ثانيه. الجول الاولاني ده تريك متفقين عليه. طيب النادي الاهلي طلع بيان امبارح، وكان النهارده في اجتماع لمجلس اداره اتحاد كره القدم. بعد اجتماع مجلس اداره اتحاد انت معايا يا كابتن سعد ولا لا؟ معاك يا كابتن، اتفضل. طيب مجلس اداره اتحاد كره القدم النهارده في اصدر بيان بعد اجتماعاته النهارده، وقال ان يوم الاربعاء القادم سيكون هناك زي قاعدة أو حاجة ودية ما بين مجلس الإدارة وما بين مسؤولين أو ممثلين عن ال 18 نادي عشان يبحثوا موضوع المؤجلات اللي تخص النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز. إيه رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ بص احنا جزء من النادي يا كابتن اسلام، وجزء من مواقف الإدارة أو قرارات الإدارة. كل اللي أنا عايز أقوله بس إن انت من النوع اللي دايما بتلتزم بكل القواعد اللي موجوده في المنظومه، سواء كانت يعني النظام الاساسي اللي بعت لك او المسابقات او شؤون اللاعبين، فانت بتلتزم بشكل كبير جدا. نعم. في النهايه لما يكون لك حق تبقى تماما ان احنا مش هنتفرج فيه. يعني طالما ليك حق لا يمكن هتفرج فيها يا كابتن اسلام. كابتن سيد انت جالك جواب يعني او جالك جواب ل الو؟ طيب حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كابتن سيد مره ثانيه عشان مهم جدا السؤال ده. بالمناسبه الناس كثيره جدا سالت على موضوع، انا عارف الموضوع بس انا قلت يمكن سيد يقولها، انا عارف ان هو هيقول فيها افيه ولا حاجه.